ملف الهجرة غير نظامية في العشرية الأخيرة من حكم بن علي حوالي 20,000 شاب تونسي لعشر سنة خلين اللي غادروا في إطار الهجرة اللي نعبروا عليها الحرب. وكذلك مسألة المفقودين ومسألة المفقودين راهي بدات عملية من قبل الثورة، لأن بعد الثورة وفي ظل الأوضاع اللي عرفتها تونس بعد الثورة كانت هنالك أكبر موجة للهجرة في تاريخ تونس. أكبر موجة عرفتها تاريخ الهجرة السرية في تاريخ تونس عرفناها بعد الثورة مباشرة. الفوج الأول أو الموجة الأولى كانت من جهة جرجيس، واللي عرفناها في ظرف 10 أيام خرجوا حوالي 5,400 شاب، وكانوا أصيلي للمنطقة، من جهة المنطقة بتاع جرجيس حوالي 5,400 شاب. ثم بعد ذلك كل السواحل التونسية، يعني كل النقاط المعروفة في السواحل التونسية يعني أصبحت مركز انطلاق للهجرة. أكثر الموجات اللي خرجت في فيفري أبريل مارس، يعني حوالي أكثر من 30,000 شاب اللي خرجوا في الفترة هذه. الملفات اللي موجودة عنا يعني بالأرقام وبالأسماء وبالمعطيات الدقيقة حوالي 500 ملف، لكن احنا في تقديرنا انه المفقودين سنة 2011 في حدود 1500 مفقود. توا قربت لأربع سنين يحبوا إجابة، يعني حقهم كمواطنين تونس، حقهم كتوانسة في إجابة حول مصير أبنائهم. العائلات هذه تقول لك أني قابلة مهما كانت النتيجة، مهما كان الرد، حتى تقول لي ولدي مات، أما أعطيني باش مات، أعطيني معناها على الأقل تحليل منطقي، تحليل كذا، وقابلة مهما كانت النتيجة. ولدي في الحبس، قولي في الحبس، قولي ولدي كذا كذا كذا، لأن حجم المعاناة العائلات هذه اليوم حقها كتوانسة كمواطنين تونس في إجابة إنه حول مصير أبنائهم. يعني نحب نقولوا قضية المفقودين لازم جميع الصحافة والمكتوبة والمرئية تفهم اللي عائلات المفقودين أربع سنين لوجع لأولادهم هو أنها راه أولادهم في التراب الإيطالي، راه أولادهم يمشيوا في التراب الإيطالي حسب الفيديوهات وحسب معناها القنوات الرسمية. هذا ليش طلبنا باش نعملوا معناها كوميسيون دونكيت تكون مشاركة فيها مجتمع مدني، وهكايا نوصل للحقيقة والعائلات تنجم تعرف شنو اللي صار. رفعنا قضايا ضد الحكومة التونسية وضد الحكومات الإيطالية اللي هي مجرمة في حق المفقودين. لما نقول مجرمة نعرفش قاعد نقول، عندنا مستندات تدل اللي الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي مجرم في حق المفقودين التوانسة والأفارقة اللي نحن تواصلي دار معهم، وتونس متواطئة في هالإجرام هذية وما تحبش تكشف الحقيقة، وعندها جميع الأدلة باش الدين الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، لكن لأسباب مادية وتخص الحكومات ما يحبوش يمسوا المصالح المشتركة هما اتغضوا على الإنسانية. جاني فيديو اللي ريت ولدي في السجون الإيطالية، وصحفية طليانة بشهادة سعينات تقول اللي هو هذية الوليد ريتو، هو زوج صاور بالحسن ورمزي، تقول هذية ريتو هذية مريتوش، هذية اسمه رمزي، معناها أولادنا موجودين في إيطاليا. نحبوا على أولادنا، نحبوا من دولة جديدة اللي باش تجي قتل الأولى والثانية ما ساندوناش وما عاونوناش، وتجي ودرنا في بلايص الدنيا الكل، البيبان الكل لقيناها، نمشيوا للخارجية يطردونا ما حبوش يقبلونا، مشينا للسيد مرزوقي ما حبوش يدخلهم ما حبوش يقبلونا، عيينا وطبنا أربع سنين يعني بينا كان ربي، وأولادنا موجودون، عنا ما يثبت اللي أولادنا موجودين، ولهذا نحبوا يجيبونا أولادنا. الدولة الجديدة اللي باش تجي الدوسي الأولاني الملف تاع أولادنا. الشباب اللي موجود في سوريا وفي العراق شباب تونسي، الأعداد اللي مشات وموجودة متقلش أهمية من الأولاد، الأعداد اللي مشاو حرقوا في إيطاليا أمهاتهم محرقين عليهم، حتى أمهاتنا أحنا زادة في الملف هذا محرقين، وأكثر عندنا من 1990 2000 2001 أحنا أعداد، وعندنا ملفات تعد بال 500 ملف، وإحنا قلنا لكم وموجودين بالصورة وبالمضامين وبالإيداعات نتاع العائلات اللي مشاو للعراق، وتو اللي خلطوا هالماكينه اللي قاعده كي بادي تقوير توت ان جينيراسيون من تونس وتهز فيها لسوريا، في عودنا نرفعوا دينا ما نجموش، لانه ربما عجزنا ما نرفعوش دينا على الشبكات على الناس اللي قاعده تهز فيهم. وانتم تعرفوا لليوم الغدوه قاعدين يخرجوا يمشيوا لسوريا، كيفاش يمشيوا؟ فقراء ما عندهمش باسبورات ما عندهمش فلوس، كيفاش يخرجوا من الديوان؟ كيفاش يخرجوا من الحدود؟ هالناس الشبكات والكل يعرف، تونس الكل تعرف، من رئيس الى وزير الى اقل واحد في الشعب يعرف اللي ثم شبكات قاعده تهز. احنا على الاقل نحاول
المقفول، نحاولوا نخدموا على المنظومة هذه، لأن إذا كان هي باش تواصل راهو الشباب التونسي قاعد سامحوني معناها قاعد ينقص، الجينيراسيون قاعدة تمشي، ولاد 16 17 حتى ل 40 سنة، متفاهمين؟ ثم ناس يتكلموا وكأنهم هما مسؤولين على واحد، وريناهم في القنوات السورية، وريناهم في القنوات وقاعدين يمشيو في عمليات انتحارية. يا أخي هذه العدالة التونسية هي اللي تنظر لهم، وهذوكم مسؤولين على رواحهم، لكن العديد من الشباب ثم مات مشات حتى لسوريا وانتم تعرفوا، طلبات السورية كانت معينة، أعطوني شكون جاب هالأولاد أنا وجاو هزوا 43، ما حدهم حد الحدود، أحلى القضاء العراقي، أصدر عفو في 12 شاب، جبنا احنا قبل 6 ولا 8 بما فيهم جوج شهداء على غلط، لكن الاخرين التوا والقضاء العراقي لو كان يعرفهم ارهابيين كما يقولوا عليهم في تونس، ما نقولش انا عفيت عليهم وجوهزوهم، لكن علاش ما جاوش التوا؟ فين السلطه التونسيه؟ فين العدل التونسي؟ فين وزاره العدل اللي المفروض تعمل اتفاقيه بينها وبين العراق؟ احنا مشينا للعراق وطلبوا منه طلبات وجينا وقلنا لهم عليها، وكانت يعني تسهيلات كبيره، لكن شبيه توا التوانسه ما روحوش من العراق. شبيه المنظومه قاعده تكبر وتكبر وقاعده توصل لسوريا وتوصل العراق وتعقد الامر تاع الاولاد اللي توجدوا من قبل. اليوم حتى العراقيين اكيد باش يقول لك يا خويا اولادك ما قاعدين يدخلوا معك تعطيك نقدم. باهي الى متى؟ الى متى هذه الشيء اللي قاعد يصير؟ ولهذا كمرس كمنظمات حقوقيه السياسه ما تحبش تنظر. احنا مجتمع مدني، احنا اولادنا، احنا عايشين في ازمات اكثر منكم وكيفكم. كيف السجون مشينا لهم وشفناهم في السجون اللي عينه ما فماش، اللي ساقيه مقصوصه، اللي مخه ما فماش. باهي يا اخي ثم عداله تونسيه، جيبوا الاولاد. وكذلك اللي اهم من هذا هالتواصل بتاع التسحر الشبابي من تونس الى خارج تونس يسمو يوقف. كيفاش يوقف؟ بمساعدة الجميع. العشرية الأخيرة بتاع بن علي نتيجة منوال التنمية ونتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللي توخاتها في البحر هكية، كانوا فما زوز يمشيو أون باراليل. فما ملف الهجرة 20,000 العشرية الأخيرة 20,000. 2005 2006 بدا بمنسق تصاعدي مسألة الشباب اللي قاعد يغادروا. مسألة أخرى راهي مسألة الشباب اللي تحالوا على قانون الإرهاب حوالي 3,000 راهو 2009. في التقارير العامة 2009 2010 حوالي 3,000 للأسف إلى يومنا هذا بوضوح ما نقول لكم راهو التحولات اللي مست في العمق المجتمع التونسي ما كناش احنا كمجتمع مدني كانت مسألة الحريات ومسألة المطالبة بالحريات هو الطاغي دون الاهتمام والتركيز في العمق والعمل على القضايا هذه وبدون استثناء الكل ما خدمناش عليها. اليوم الظاهرة مثلا على سبيل المثال الظاهرة تاع السلفية اليوم فماشي حكومة عندها برنامج ولا فماشي معارضة عندها برنامج ولا مجتمع مدني عنده برنامج في كيفية التعامل مع الشباب هذايا؟ نقول لكم بصدق ما عندناش. راهو مسألة هزان السلاح سي تان فان دو باركور، مسألة السفر إلى سوريا سي تان فان معناها نهاية مسار كامل، لكن للأسف اليوم الشبيبة اللي قاعدة يعملوها في ريكروتمون في السلفية لاج تاع 12 عام 13 عام 14 عام 15 عام في الكوليج وفي الليسي ما فماش حتى تصور لا من الحكومه من الحكومات كل كان المتعاقبه وما تصورش حتى الحكومه القادمه ولا من المجتمع المدني ولا من المنظمات الحقوقيه بما فيهم الرابطه بما فيهم الجمعيات الحقوقيه كل كان بما فيهم احنا ما عندناش تصور حول التعامل مع الشباب هذايا وفتح قنوات على الاقل في البدايه بتاعو ديبيو دو باركور انه كيفاش تحلوا قنوات معاهم الناس هذوما هذا ولد حومتك وجارك ويجب يقتل لك ولدك زاد يأطروه ويجب كذا الى اخره. هذا جانب. الجانب الاخر راهو ملف الهجره قلت لي بديت من 20,000 اللي خرجوا قبل الثوره. راهو بعد الثوره خرجوا اكثر من 40,000. راهو وزرك يتلاقى معاهم راس يقول لك اكثر من 40,000. خاطر قلنا قدمنا الرقم 40,000 منهم قالوا كيفاش 40,000؟ الباجي قائد السبسي اللي تفاوض عليه وقت هو رئيس حكومه 27,000. 27,000 على تفاوض عليه وقت جيب برلسكوني. هذوما 27,000 شو معناها 27,000؟ 27,000 اللي وصلوا عند السلطات الايطاليه اللي مسجلين عند السلطات الايطاليه. لكن في الموجه هكية وقتها يوميا مئات الشقفات توصل مع بعضها. السلطات الايطاليه باش الكل يهبطوا على لامبادوزا، يهبطوا على سيسيليا ويهبطوا على لامبادوزا ويهبطوا في عده مناطق. الطلاين عندهم ان حاصلينهم 27,000 في الموجه هكية بتاع جافي بتاع افريل ومارس. عندهم 27,000 مسجلين، لكن اللي وصلوا راهو يوميا
راهو لومباركاسيون من تونس شفناها في جرجيس باش خارجين بالسرقه في الماء في جهه صفاقس باش خارجين بالسرقه، راهي عائلاتهم متودع فيهم الصغاريت، راهو الشقف اللي عبي وراه، الشقف اللي عبي وراه، الشقف اللي عبي وراه، راهي وقع دي زومباركاسيون في الجار جار بهار في النهار، والشبيبه طالعه والعائلات والامهات تتودع والناس، راهو في جرجيس خارجين مئات الشقفات خرجت. وكل السواحل التونسيه، بالتالي كي نحكي على 27000 27000 على عند الكارابينيري مسجلين على عند الحدود شرطه حدود ايطاليا، لكن اللي الافواج الكل انا وصلت للالاف الاخرين اللي مش مسجلين عند الجانب الايطالي. علاش احنا جبنا لجنه تحقيق؟ راهو كي قلنا لجنه تحقيق فما ديزيكسبير، فما ديزيكسبير مختصين في العمليه هذيك، وفما منظمات مستعده تتعامل يعني يقدموا الخبراء نتاعهم ديزيكسبير نتاعهم كيما ميجرو اوروب كيما ارتشي كيما منظمات اوروبيه تجب تقدم عندهم خبراء في البحث عن المفقودين وعندهم تجارب في الملفات هذه. باهي راهو ما نجموش احنا كجمعيات مجتمع مدني حتى وقت تطرحت مساله انه مع الحكومه على اساس انه كيفاش اللجنه تاع كيفاش تكون اللجنه، قلنا لهم راهو اللجنه مش باش تكون فيها لا رابطه ولا منتدى ولا واحد، راه باش يكون فيها ديزيكسبير ناس مختصين. اما القرار السياسي يا درا انتم مستعدين باش تقدموا المعطيات اللي عندكم؟